السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم غادي نحضروا واحد الفطيرة يعني سهلة لذيذة جدا وتكون محشية يعني باللحم المفروم. غادي نحتاجوا أول شيء إلى تحضير العجينة. مكونات سهلة: عندنا كوب من الحليب الدافئ، ربع كوب من الزيت، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح، وعندني هنا كوبين من الطحين. غادي نبداو يعني تحضير العجينة. أول شيء غادي نذوبوا الخميرة في الحليب ومع السكر. نخلطوا المكونات جيدا ونخليوها تتفاعل قليلا. من بعد نضيف باقي المكونات اللي هي الطحين والزيت والملح. الخميرة والسكر والحليب يتفاعلوا قليلا، غادي نضيف باقي المكونات اللي هي الطحين والملح والزيت. نضيفوا هذه الاشياء، يعني الترتيب يعني ليس مهم. نضيفوا الطحين شويه بشويه، اول شيء نضيفوا هذه الكميه، من بعد نخلطوها ونشوفوا شنو نحتاجوا، يعني نحتاج الكمية الباقية اكيد، يعني هنا المقياس يعني مضبوط. نعجنوها جيدا ومن بعد غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح يعني لغاية ما يتضاعف يعني حجم العجينة يعني وتخمر لنا مزيان. نعجنوها لغاية ما نحصل على واحد العجينة يعني ملساء يعني وطرية. بالنسبة للحشوة، دابا حطيت قليل من البصل، خليته يتحمر أو يتقلى شوية في الزيت. طبعا الحشوة اختيارية، ممكن تستعملوا فيها اللحم المفروم ولا الدجاج يعني على حسب الذوق. هنا عندي فلفل ألوان، الأخضر والأحمر والقليل من الثوم. غادي نقلبهم مع بعض ثم نضيف اللحم المفروم وأتانا. هنا ضفت قليل من معجون الطماطم واللحم المفروم. غادي نحاول نكسو بهذه الطريقة ونضيفو التوابل اللي محتاجين. طبعا التوابل ممكن على حسب الذوق. أنا غادي نحط بابريكا، الملح والفلفل الأسود، ممكن نحط حتى زنجبيل يعني والكركم وها هو يعني بودرة الثوم وبودرة البصل طبعا، وممكن قليل من الفلفل الحار يعني الشطة، والملح على حسب الذوق. هذه الحشوة طفيت عليها النار. دابا غادي نضيف لها قليل من البقدونس والكزبرة، وعندي الزيتون مقطع، وطبعا نحيدوها من النار ونخليو الحشوة تبرد. ها هي الخميرة ديالنا، ها هي من بعد ما خمرات. غادي نقسموها لجوج ديال الكويرات طبعا. دابا غادي نقسموا العجينه ديالنا الى قسمين ونبداو يعني نشكلوا الخبزه ديالنا. غادي نبسطوا العجينه الاولى ومن بعد نحطوها في واحد الصينيه، يعني نغلفوها بورق الزبده ونحطوا الحشوه، ومن بعد غادي نغلفوها بالطبقه الثانيه، وغادي تشوفوا باقي المراحل في الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هذا الخبزه، يعني الصراحه كانت فطيره رائعه لذيذه جدا، العجينه كانت طريه جدا جدا، و
وان شاء الله يعني تقدروا تحطوا فيها الحشوه اللي كتفضلوا، ممكن تستبدلوا اللحم المفروم بالدجاج، ممكن فقط الخضر. المهم ان فكره العجينه اللي انا اعطيتكم رائعه لذيذه جدا، وانتم تقدروا تنوعوا في الحشوه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء، واترككم مع باقي التفاصيل في الفيديو. تنسوش اللايك طبعا اذا عجبكم الفيديو، طبعا الاشتراك اللي مازال ما مشترك.